ده الرجولة الحقيقية ان هي تحس بالامان في حضنك، ان هي تحس بالتقدير في حضنك، ان يبقى مصدر التشجيع والتحفيز هو زوجها. شوفوا ايه عدم التعبير عن المشاعر وقلب المشاعر، كأن ده ضد الرجولة، بوظ الزواج. والله 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 لو عرفنا، بس عرفنا نقول ونعمل. احنا ممكن يعمل بحب، ما بتقولش بحبك، قول بحبك، قول انت سبت الكل عندي، قول لي انت يا ام العيال يلي فوق راسي، قول ده انت كتر خيرك. اتعودوا يا جماعه، يا رجاله اتعود يا ابن الله يصلح حالك، المقبلين والشباب اتعود وتعلم واسمع من امك هاله وخالتك هاله، اسمع مني انا اكبر منك، اسمع خد الخبره. قول لها انا بحبك، وانت في عيني مقدره، وانت في عيني، وانت في راسي كذا، وانت كتر خيرك، والموقف الفلاني موقف الفلاني. قول ليه 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 ناخد منحة؟ ليه ناخد منحة؟ ما اقدرش اقول، اصل هينقص، مش هينقص منك، ده انت تكسبها وتبقى حطاك جوه عينيها وتقفل عليك برموشها كمان. لكن ان احنا ما نعرفش، احنا عندنا، وانا بقول دايما في كل الحلقات ومحاضراتي، احنا عندنا مشكله في التعبير عن المشاعر. يعني ايه؟ خلينا معترفين بحاجه زي كده، احنا عندنا مشكله حقيقيه في التعبير عن المشاعر. والمشكله في تعبيرنا عن المشاعر لا بنعرف نقول بحبك، ولا بنعرف نقول احنا خايفين عليكي، ولا بنعرف نقول وحشتيني، ولا ما بنعرفش، خصوصا في الامور اللي خاصه بالمشاعر والحب والعلاقات. الا اذا بقى قبل الجواز تبص تلاقيه عامل دونجوان، هو قبل الجواز ولا فتره الخطوبه، بعد الجواز ما تفهميش خياطه. لا اتكلم. لا انا اتكلم ليه يا ابن الحلال، اصلح حالك، ما بيتكلموش.